مساء الفل اعزائي المشاهدين، مشاهدي قناه الصحه والجمال في مصر والوطن العربي. بقى نقدم النهارده حلقه جديده من برنامجكم تميز وابداع. احنا موجودين داخل تايم مول اكسبو، اكبر مول للجمله في مصر. المول بيضم اكتر من 300 تاجر على مستوى الوطن العربي من المصنعين والتجار المتميزين اللي ليهم براندات قويه جدا. انت كتاجر مش محتاج انك انت تنزل مدينة نصر او العبور او تاخد لفة كبيرة عشان تجيب المنتج بتاعك، لا، المول متوفر فيه باركنج مكيف وكل حاجة متميزة جدا، تيجي وتاخد اللي انت عاوزه من مختلف التشكيلات والبراندات. كمان احنا النهاردة لحسن حظنا واحنا بنصور الفقرة بتاعتنا كان في عرض للكوليكشن الصيفي الشامل المتخصص بقى في الاطفالي والرجالي والحريمي والشبابي. مش هطول عليكم في المقدمة بتاعتي أكتر من كده، ويلا بينا ندخل مع بعض ونستكشف المول. مكملين مع بعض تغطية داخل تايم مول اكسبو، ودلوقتي احنا داخل براند فيترو. براند فيترو طبعا لصاحبه مستر احمد الشافعي، بيقدم براند متميز بيخص البليزر الرجالي والبدلة الرجالي. هنتكلم معاه ونعرف اكتر عن الكوليكشن. اهلا بحضرتك مستر احمد. اهلا وسهلا بحضرتك، شرفتونا. اهلا بيك، وعايزك بقى تكلمني عن براند فيترو. احنا براند خاماتنا بنشتغل في خامات مستوردة، بنشتغل في خامات تركي، صناعة مصرية 100%. بفضل الله زي ما حضرتك شايفه كوليكشن محترم، حاجه تنافس، حاجه تشرف، مش يشرفنا احنا بنعمل منتج يشرف مصر كلها. تمام، بفضل الله ننافس، نقدر ننافس بيه بره زي تركيا، زي ايطاليا، زي اللي هي بلاد الموضه زي فرنسا. بفضل الله بنهتم بالتفاصيل، بنهتم بتشوف الذوق المطلوب ايه، الناس عايزه ايه، بتشوف ايه بره، بنهتم بكل الكلام ده. براند فيترو زي ما انا على حد علمي ان هو براند لتجار الجمله. حضرتك النهارده داخل تايم مول اكسبو بتعرض شغلك لتجار الجمله، بتسهل على العميل بدل ما ينزل مدينه نصر ويلف والعبور والاماكن دي، انت النهارده بتقدم له من خلال تايم مول اكسبو وبراند فيترو انك انت بتستعرض الكوليكشن الخاص بشغلك بالبراند بتاعك بتصميمك المميز. حضرتك اللي بتصمم بنفسك؟ اه بالظبط، انا اشكرك جدا، وحضرتك فخر للصناعه المصريه على انتاج هذا البليزر الخاص بالشباب والرجال، وان هو بيكون بهذا الجوده. بشكرك جزيلا. فندم شرفتونا وتحت امرك، شرفتونا، ربنا يخليك. شكرا مستر احمد، شكرا. ونكمل مع بعض تغطيه لبقيه فقرات اليوم داخل تايم مول اكسبو، اكبر مول للجمله في مصر.
صفات براند بايلوت الخاص بالبليزر الرجالي. اهلا بيك مستر حسام. اهلا وسهلا دكتور، اهلا وسهلا، شرفتونا طبعا. احنا لينا شرف نستقبلكم في مكانكم هنا المتواضع تايم مول اكسبو اللي بيضم 300 براند من افضل المصنعين الموضه والفاشن في مصر. انا براند بايلوت بكل تواضع، متخصص في بليزر الرجالي. طبعا الشركه دي عمرها 3-4 سنين، عملنا بصمه كويسه الحمد لله، بحيث ان ايه جمعنا زي ما تفضلتي حضرتك القديم والجديد، ودي معادله صعبه بتعجز عنها اكبر دور الازياء في العالم. فهنتفرج دلوقتي على كذا موديل. طبعا عايز اقول حاجه، البليزر بقى قطعه اساسيه موجوده في كل دولاب اي شاب او اي رجل، انه بيروح فيها البنك، بيروح فيها الشغل، تدي له حاجه فورمال، وموجوده تقريبا في اغلب الاسواق المصريه. طيب احنا بقى هنتكلم دلوقتي مع مستر حسام عن الكوليكشن الصيفي المعروض حاليا داخل البراند. عايز بس اسال سؤال، يعني ايه بقى بمناسبه عرض بالنسبه للحته دي؟ هي الحته بيسموها الديزاينر، يعني اي حد او الموديلست عايز يشتغل حاجه، فدي كانت قديما ونحن بنضعها حاجه اولد او حاجه تذكاريه، كانوا بيبدوا عليها الهاند ميد، بيشتغلوا على التفاصيل دي، وكان حتى السراجه دي بيسموها انه بيشتغلوا عليها مبدئيه، فانا سبتها حاجه انطباع قديم كده عشان هي اساس الشغل بتاع البليزر والكورنر متميز جدا. اشكرك. طيب انا شايفه ان حضرتك كمان يعني دلعت البراند، حاطط عايزه اعرف هل هو مقتصر على الشباب فقط ولا على العمل ولا على السهرات ولا ايه؟ تمام، هو طبعا في كذا موديل هنا موجودين بيتلبس البليزر، له كذا جو زي ما بيقولوا، ممكن يتلبس فورمال، ممكن يتلبس حاجه على شوز وعلى كاتنج، في ناس بيلبسوه على شورتات وكده، بيطلعوا في البحر بيرفعوا الكم بتاعه وكده، ومتبدل جدا. طبعا الاضافه اللي ضفتها انا في السوق هنا، ان لقيت ان في بعض الاكسسوار اللي بتتحط عليها مساء لو حد رايح حفله، رايح مناسبه، ممكن تدي له يعني حاجه جديده، طله جديده. بس يعني انتوا دلعتوا البليزر زي ما بنقول كده. شكرا ليك مستر حسام، ومزيد من التفوق والتميز باذن الله، وان شاء الله باذن الله نكمل مع بعض تخطيط بقيه فقراتنا داخل تايم مول اكسبو، اكبر مول للجمله في مصر. مكملين مع بعض استكشاف تايم مول اكسبو، اكبر مول للجمله في مصر. دلوقتي احنا داخل براند ليجاتو. براند ليجاتو متميز جدا في كل الملابس اللي بتخص الشباب، الملابس العصريه المختلفه المتنوعه المتميزه. منتج ليجاتو منتج مصري ومتميز، بنستدعيكم كلكم ان انتوا تيجوا بنفسكم تشوفوا كل المنتجات اللي موجوده داخل تايم مول اكسبو. مكملين مع بعض تغطية للبراندات اللي موجودة داخل تايم مول اكسبو، اكبر مول للجملة في مصر. ودلوقتي احنا داخل براند ادمز اللي بيستعرض البدلة السواري الرجالي، ونتعرف مع بعض اكتر. اهلا بحضرتك. اهلا فندم، الله يبارك، منورين، الله يكرمك يا رب. ربنا يخليك، كلمني بقى النهاردة عن البدلة السواري الرجالي. احنا عارضين والله كوليكشن جديد، طبعا احنا بننفرد بالبدلة البيضة مع الاسترس بتاعها. البدلة دي طبعا احنا عارفين ظروف كورونا، في الافراح كلها بقت بالنهار، فطبعا ديت الموضه بتاعه الصيف السنه دي ان شاء الله رب العالمين. في كوليكشن كبير بقى من البدله السواريه، في الجاكرات، في الساده، في المشرط، في مجموعه كبيره، بنحس ان احنا نلبي كل طلبات العميل لما يجي عندنا يشرفنا، نلبي كل الطلبات ان شاء الله رب العالمين. بقى بنوجه دعوه النهارده من خلال وجودنا معاكم، كل العرسان اللي مقبلين على الزواج تعالوا النهارده وخدوا الكوليكشن الموجود داخل براند ادمز. الكوليكشن متنوع ومختلف جدا زي ما مستر احمد وضح دلوقتي، وان شاء الله باذن الله تيجوا وتلاقوا كل طلباتكم اللي انتم محتاجينها.
بقى مع بعض دلوقتي داخل براند ليفل. براند ليفل داخل تايم مول اكسبو، اكبر مول للجمله في مصر، والنهارده احنا بنستعرض مع بعض الكوليكشن الصيفي الجديد. يلا بينا مع مستر احمد عبد الله صاحب براند ليفل يكلمنا اكتر عن الكوليكشن الصيفي. اهلا بحضرتك مستر احمد. اهلا وسهلا يا فندم، نورتونا وشرفتونا النهارده. احنا طبعا مصنع بنطلون جينز، منتجنا مصري 100%، بننافس بيه كمان البراندات العالميه والاقوى البراندات اللي موجوده معانا هنا في مصر. احنا من اول القماش لحد حتى الاكسسوار منتجنا مصر 100% باعلى جوده. بنشجع النهارده من خلال مستر احمد ومنتج ليفل، بنشجع الصناعه المصريه بكل فخر واعتزاز. بشكرك على جودتك للمنتج. الله يخليك يا فندم، ودي حاجه احنا بنتشرف بيها ان احنا بنقدم مستوى كويس وبنقدم حاجه كويسه، واحنا بنستهدف هنا من خلال تايم اكسبو ان احنا نصدر ونظهر للنور. وطبعا محتاجين دعم من الدوله، ومحتاجين دعم من الغرفه التجاريه، دعم وزاره التجاره والصناعه. احنا قوه كبيره ومنتجنا بقى كويس والكواليتي بتاعه بقى كويس، وبقينا نقدر ننافس بالفعل. بالفعل احنا في ناس كتير قوي بتصدر منتج الملابس الجاهزه في مصر، بقت حاجه كويسه، وبقينا بننافس كل الدول اللي هي رائده في صناعه الملابس. بس احنا محتاجين بقى الدعم من الدوله، الغرف التجاريه، الملحق التجاري، كل الكلام ده هيفيدنا، لان احنا كمصريين احنا بنعمل اللي علينا وبنجتهد، وطبعا الدوله لازم تمد لنا ايديها عشان خاطر تطلعنا للنور. وحضراتكم طبعا من خلال حضراتكم ان شاء الله يعني دي حاجه كويسه وخطوه كويسه ان قناه محترمه زي حضراتكم بتيجي تصور معانا واهتمت بالموضوع واهتمت بالايفنت وبالبرنامج. وحضراتكم شفتوا طبعا على ارض الواقع كم المصانع الهائل الموجود، كم كبير جدا، يعني قادر ان هو يستقبل اكبر قدر ممكن من العملاء سواء خارج مصر او داخل مصر، واحنا رقم واحد عندنا استهدافنا التصدير. وان شاء الله يعني بنناشد المسؤولين من خلالكم ان هم يبصوا لنا شويه ويمدوا لنا ايديهم ويساعدونا على ده. بشكرك استاذ احمد عبد الله، وان شاء الله المره الجايه اجي اغطي معاك وبارك لك على تصديرك خارج مصر. شكرا جزيلا يا فندم. ويلا نكمل مع بعض نستكشف مول تايم اكسبو اللي موجود داخل بورتو كايرو.
وبعد ما انتهينا مع حضراتكم وعرض كل الكوليكشن الصيفي المتميز اللي بيضم اكتر من 300 براند داخل تايم مول اكسبو اللي موجود ببورتو كايرو واكتر من 300 تاجر على مستوى الوطن العربي من المصنعين والتجار المتميزين في البراندات المتميزة، بوجه دعوة لكل التجار وكل اصحاب الملابس اللي حابين يفرشوا محلاتهم من اجود انواع البراندات يجوا تايم مول اكسبو الموجود داخل بورتو كايرو، هتلاقي كل اللي انتوا عاوزينه لفرش محلاتكم. بوجه رسالة شكر وتقدير لكل التجار والمصنعين داخل تايم مول اكسبو الموجودة الآن وبتعرض الكوليكشن الصيفي المتميز، تعالوا شوفوا بنفسكم وبجد هتلاقوا شغل متميز جدا. كنت معكم في تغطية خارجية داخل تايم مول اكسبو بورتو كايرو، انتظروني في حلقة قادمة وكل جديد ومتميز بإذن الله. كنت معكم مي مرغني، انتظروني في حلقة جديدة من برنامجكم تميز وإبداع، إلى اللقاء.